محدش واجعني غير كامل. ليه؟ حاسس اني ظلمته مش عارف ليه. شوف عاوز ايه واعمله له. مش عاوز حاجة، مسكت من ايدي اللي هتوجعني على طول. كل واحد فيهم عارف دواء الا كامل. عيال تاني غير مهران؟ ولدك اللي جاي ده لحق يزعل حد وكمان وزعل كتير. كل شويه يخبطني في بطني ويسأل ويسأل على ايه؟ اللي لسه ما شافش الدنيا وغلها. ما هو بيخبط برجليه عشان خايف من الدنيا اللي لسه ما شافهاش. وطلباته ايه يا ام اللي جاي؟ عاوز يطمن زي اخواته على دنيته. طبطبت عليه وقلت له يا ولد محمد ابو دياب، ابوك عمره ما هيسيبك وهيديك زيه. مش قلت مش عاوزه غير يا فرحه؟ قلتها وحفضل اقولها طول عمري، مش عاوزه غيرك. بس هو ليه حق عليك. الكل ليه حق عندي، حتى اللي لسه ما جاش بيدور على حقه عندي. زعلت؟ لا ما زعلتش. لو قلت لك ملهوش بتعمل ايه؟ هعمل ايه يعني؟ هتخمد انام تصبح على خير. يبقى تنامي عندي مهران، ما حدش ينام جنبي وهو زعلان مني. اللي تشوفه يا محمد. تصبح على خير. يا خسارة. قسم وهو حي؟ أيوه. وإداك إيه؟ زي إخواتي يا أمه. يعني قسمة الحق؟ أمال أبويا هيظلمنا يا أمه ولا إيه؟ وإدى والد لميعة إيه؟ كتب لأولاده أرض. إشمعنى؟ لو كامل مرضيش ياخد حاجة. عشان مدبوب والد مدبوبة. وإدى فرحة إيه؟ لا فرحة ما إداهاش حاجة. لا أكيد كتب لها حاجة. ما هي معاه، هيكتب لها وهي معاه. أكيد شايل لها حاجة على جنب. ملناش دعوة يا حجة. واجي يا جودة. نعم يا أم. أبوك عطى ولد كاملة ولد لميعة إيه؟ كلنا زي بعض. اسمع، أنت مش زي حد. يعني إيه؟ زي ما سمعت، ساعة الحصاد تحصد زين. مفيش حد فيهم زيك أنت وأخوك حماد. ما تخلوش ولد الحريم التانية يغلبوكم. يعني ايه يما؟ مش ناقص. خيري مش سهل وعايز يمسك مطرح ابوك. وكامل متدروش بس واعر. يعني اللي تقدر تاخده خده. يما حط الكلمتين دول في دماغك وخلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شوف يا محمد. طب اهدى اقعد لاوي. خير يا سيادة النائب يؤمر. الله يخليك. دلوك انت اديت كل حاجة لعيالك وريحت حالك. انا عارف ان الموضوع ده ما ريحكش، بس خير. انت حر، من حكم في ماله ما ظلم. عاوز ايه يا ولد ابوي؟ انت طلباتك اوامر عندي. المنظرة القديمة مالها؟ عاوزها عشان انت عارف الوضع دلوك والناس اللي هتيجي كتير قوي، وزهرة وباسم وحديهم. منظرتك يا ولد ابوي غالي والطلب رخيص. انت هديت وبنيت وما قلتش حاجة، لكن انت حاجة وعيالك حاجة. يعني ايه؟ يعني انت اخوي براحتك، لكن انا مش هستأذن خيري ولا جودة عشان اقعد في منظرة ابوي. شوف يا احمد، لو على شرع ربنا والحقوق مالكش بيت ابوك غير النص، لكن لو على القلوب
ما حدش من ولادي اغلى عندي منه. المنظرة وصاحبها بتوعك. ولما الدورة تخلص ويجي الدور على خيري زي ما انت قلت يبقى ساعتها نتفاهموا. لا ما نتفاهموش. المنظرة بتاعتك يا ولد ابوي والولدك من بعدك. مرتاح؟ بنيت جارها بيت كبير وحطيت فيه حتى حريمك اللي طلقتهم وما تكلمتش. ليه؟ هي الارض اللي بنيت عليها دي كانت ارض ابوك يا احمد. ما الارض مين؟ اه ما انت كنت مجلع والمجلع ما يفتكرش. مجلع؟ الارض دي انا اشتريتها من بيت جابر في الوقت اللي انت كنت فيه عتنقط بالميات في الغرز والافراح يا سيد النايم. افتكرت ولا لا؟ كان ابوك لسه عايش وما كنتش عارف حاجته من حاجتك. ابوك؟ وانت كنت تعرف ابوك؟ قعدت معاه كم مره؟ خلاص خلاص ما تزعلش، اللي راح راح. خلينا في المنظرة القديمة. قديمة ايه وجديدة ايه؟ ده مالك؟ اللي عاوزه خده، حتى لو عاوز اوضتي وسريري خدهم وهبقى مبسوط. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ولد ابوي. قلبك ماله يا احمد؟ الدنيا رقصت بينك وبين اخوك ليه؟ خلي بالك رقصتها واعره واللي ترقص معاه تجيب الارض. وانت زعلان انه كتب باسم ولدك الارض بدل ما تحمد ربنا؟ يعني انت فرحانه يا منيره؟ ايوه فرحانه ان اخيرا ربنا نصفنا وبقينا زينا زي غيرنا. يعني حاجه ما اقبلهاش انا تتفرض عليا وعلى عيالي؟ انت مش عاوز لكن احنا عاوزين، وكفايه ظلم لحد كده. ظلم من مين؟ الكل. منك ومن ابوك ومن امك الله يرحمها. امي كمان يا منيره؟ كلكم ظلمه. هي خدت شبابي وعمري وانت اخترت تعيشنا في الفجر، وابوك ما يحبش غير اللجوه منه وبس، فضل يدي اخواتك وسايبك. لما ربنا هداه وداج العيا والموت عرف ان الله حق وادانا حقنا، ايه عاوز نحزن؟ يعني انت شايفه كده يا منيره؟ انت شايف ايه؟ الراجل حلها لك، ولو انت مستحرم يبقى عيالك ياخدوا ورثهم. كانكم موتوني وانا حي، لغيتوا كل اللي انا كنت عايش عشانه. كانكم في رقبته هو مش في رقبتي انا. رقبتكم ومستقبلكم في ايد فلوسه مش في ايد الراجل اللي عاوز يربي بيته وعياله بالشكل اللي يعجبه ويريحه ويرضيه. ايه اللي يرضيك؟ اننا نبقوا اقل من الناس. ناس مين؟ ابوك واخواتك وعمك. هو مفيش في الدنيا دي غيرهم. مفيش في دنيتنا احنا غيرهم. الناس عجزوا كل واحد باخواته وقرايبه. ابقى انا مرت الفقير وام الفقراء ليه؟ خلاص يا منيرة، مش انت شايفه ان هو ده الاحسن؟ وابويا شايف ان هو ده احسن؟ والناس كلها شايفه ان هو ده الصح؟ سيبوني في حالي.